أشبال الكشافة، هؤلاء الذين تجمعهم مبادئ وقيم الكشافة والمرشدات من أجل تقديم الخدمة للبشر والطبيعة لكل من يحتاجهم، هم على موعد مع المخيم الصيفي البحري لفرقة الأشبال في النادي البحري بالمطرد التابعون لمفوضية الزاوية. جينا اليوم لنشاط البحر الذي قامته فرش كشاف مفوضية الزاوية، جينا اليوم هنا لكي نتعلم السباحة ودرنا ألعاب ترفيه. ثلاثة أيام متتالية بمشاركة أكثر من 82 شبلا وقائدا من المفوضية يشرف عليهم فوج بوعيسى. طبعا هذا المصيف يستمر لمدة ثلاثة أيام، والعدد المستهدف 82 شبل من مختلف الأفواج المفوضية، فوج الزاوية، فوج بوعيسى، فوج سرمان، وفوج صبراتة. طبعا هذا المخيم يتخلله الألعاب الفردية والألعاب البحرية، وعندنا رسم فوري، وفي النهاية نشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا المصيف. ألعاب ترفيهية وأنشطة ثقافية ورياضية وسهرات ليلية من أجل إبعادهم عن المشهد المضطرب في البلاد وتزويدهم بالطاقة والحماس من أجل تنمية مهاراتهم لبناء المستقبل.